فقرروا وحبوا يفتحون الموضوع مع جدي وجدتي الله يرحمهم، وفتحوا الموضوع معها، وما قبلهم الجد إلا بأنه يشجعهم وقال موفقين وعنكم الله ودعا لهم بالتوفيق. أذكر الوالد يقول أنه وقتها يوم ذكرنا وحديث من الوالد شخصيا أنه قال رحمه الله أنه الجد بعد ما فتحوا بالموضوع وبارك لهم وأعطوه ظهرهم مشوا فرحين مستبشرين، نادى الوالد وابتسم في وجه الوالد وقال أنا مستبشر فيك بالخير، توكل على الله وانتبه لنفسك ولأخوانك كلهم. يقول الوالد هالكلمات أعطتني زيادة في أني أنا أصر على القرار اللي أنا قررته. يقول بسم الله توكلنا على الله، وبدأوا أخذوا حاجاتهم وراحوا لسيارة هذه المحطة اللي تنقلهم من الرياض إلى من البير إلى الرياض. جو إلى صاحب السيارة، صاحب السيارة شافهم توهم صغار أعمارهم 12 سنة وقال لهم أنتم ما تقدرون تجون معنا، لا أنت ولا العم سعد. ليش؟ قال أنتم صغار في السن توكم، روحوا يلا روحوا لبيوتكم، روحوا خلوكم عند أمكم وأبوكم. رجعوا وهم شوي مثل يتفكرون وش الحل وش الطريقة، قرروا في حينها أنهم يمشون سيرا بالأقدام. بدأت انطلاقتهم من بلدة البير إلى الرياض. أذكر هذا الحديث من الوالد، كان يرويها كثير في مجلسه، وكان يرويها وحنا جالسين، أنه وقتها هم صغار والوالد عمره 12 سنة والعم سعد يمكن يكبره بخمسة أو أربع سنوات، 15 أو 16 سنة، ماشيين بالأقدام وفي صحاري. وحتى أذكر الوالد كان يقول حنا نمشي كان الجو بارد شديد البرودة، وكانوا يمشون إلين يذن المغرب يتوقفون، بعدها يبدون المسير إلى الرياض. أخذت منهم المشي بالأقدام ما بين 4 أيام أو 5 أيام إلى أن وصلوا الدرعية. الوالد كان وقتها يروي لنا أنه لما وصلوا إلى الدرعية مثل اللي مغشي عليهم طاحوا، وكانت أرجلهم يعني متورمة. يقولوا أثناء طيحتنا هذه مر أحد الأشخاص من أهالي الدرعية جزاه الله خير وشافهم فأرحمهم، يعني جاه نوع من الرحمة وقال أنتم من وين جايين؟ قال إحنا والله جايين من البير نطلب الشغل والعمل في الرياض. قال أجل أنتم شكلكم تعبانين، وأنتم الآن أنا بأضيفكم في مزرعتي في الدرعية، وإذا إن شاء الله ارتحتوا أبدا أنتم ما يحتاج، إن بغيتوا تشتغلوا عندي ولا انتقلوا إلى الرياض. الوالد يعني على الرغم من أنه تعبان لم يفوته أنه يعني يكلم الرجل يتشكر منه، يقول لك احنا عندنا شرط انه احنا ما نجلس في المزرعة بدون مقابل، احنا مقابل جلستنا وضيافتنا بنشتغل عندك في المزرعة ونقضي العمل اللي انت تبغاه. فوافق الرجل وذهبوا الى المزرعة، يعني صارت هي فترة راحة لهم، عملوا عند الشخص وبعدها استأذنوا منه طالبين انهم يروحون للرياض.